هلا الشيء الوحيد اللي بهمني حتى احسب الزاويه هاي نسميها ادفانس انجل. اذا بتطلعوا على الماتورات اللي معكم بعرفش يمكن مش مكتوب عليهم كثير من ستيبر موتورز جزء كبير منهم الزاويه تبعته 1.8 بس هذه اد فول ستيبنج شو راح تصير ات هاف ستيبنج 0.9 هاف ستيبنج ومايكرو ستيبنج بقدر ارفعها كثير المايكرو ستيبنج يعني بقدر ارفع بس احنا بشكل عام اذا عندي فول ستيبنج هذه راح تكون 1.8 هاي اللي بدنا نفتش عليها اللي هي دلتا ثيتا دلتا ثيتا هي الزاويه اللي بنفتش عليها اللي هي ادفانس انجل اللي هي على فكره الريزولوشن احنا حكينا هون بالريزولوشن مش هيك هي بين معي الريزولوشن هون هذا ستيبر موتور اذا بستخدمه بفول ستيبنج هاي هي الريزولوشن تبعته هي اصغر زاويه ممكن اقدمه فيها الا طبعا اذا رحت على هاف ستيبنج او مايكرو ستيبنج بس لو اشتغلت على فول ستيبنج هاي اصغر زاويه بقدر احركه فيها هلا حتى اشتغل بهاي لازم يكون في عندي عدد البولز للستيتر وعدد البولز للروتر هاي مهمه بالنسبه لي ومنها طبعا رح اطلع زاويه الستيتر وزاويه الروتر يعني لو كان عندي نفترض انه انا عندي مثلا عندي اربع بولز للستيتر فرضا هلا بغض النظر عن عدد الفيزز شفتوا قبل شوي هدول ممكن اعملهم اربع فيزز ممكن اعملهم تو فيزز بس احنا هلا بهمني البولز فهي عندي كل واحد هدول انا لافف حواليه كويل ومطلعه لافف كويل هون مطلعه لافف كويل ولافف كويل اذا عدد الفيزز البولز تبعون الستيتر بيساوي بالحاله هاي اربع بولز هلا كمان راح يكون في عندي عدد بولز للروتر وعاده هدول راح يكون اذا كانوا مثلا سوفت ايرون مش بيرمننت ماجنت راح يكون في عندي هدول المسننات اللي شفتوهم وهي راح تعطيني عدد المسننات بعرفش قديش مثلا هون خلينا نشوف لو حطينا انا راح احط رقم من عندي 50 فلو عندي هون انا 50 مسنن بهذا وعندي هون اربعة ستيتر هلا شو راح تصير الزاوية تبعت الستيتر؟ واضح انها 90 مش هيك؟ اللي هي 360 درجة فعندي ثيتا اس راح تساوي 360 على بي اس واللي هي بتساوي 90 درجة مضبوط وثيتا ار تساوي 360 درجة على بي ار عدد البولز عدد البولز تبعت الروتر اللي هي راح تكون 360 هذا رقم مش كويس خلينا نستخدم 60 360 على 60 بتعطيني 6 فيصار عندي هلا هدول هلا حسب العدد من هون راح افتش دلتا ثيتا بدها تساوي يا اما ثيتا اس ماينس ار ثيتا ار يا اما ثيتا ار ماينس ار ثيتا اس بلاش نستخدم ار خلينا نستخدم ان هلا ان هو اصغر انتجر ممكن احطه بحيث انه العلاقه هاي تكون صحيحه اصغر انتجر ممكن فلو طلعنا خلينا نشوف هون هلا شو بصير عندي 6 6 في قديش بدي اضربها حتى تصير 90 15 فهاي راح تكون عندي هلا مين اللي اكبر هلا ثيتا اس اكبر من ثيتا ار فبنكون هاي المعادله الصحيحه مضبوط هاي تساوي ثيتا اس 90 ماينس ان ثيتا ار قديش 6 هلا بدي افتش على اصغر انتجر ممكن يعطيني هاي العلاقه اللي راح تكون 90 ناقص 15 بيطلع فيش عندي زاويه لا انا الارقام اللي حطيتها غلط الارقام اللي حطيتها مش مناسبه خلينا ناخذ مثال من الشيتس اللي معي عشان استعمل مثال منطقي بتطلع الزاويه هون زيرو معناها الموتور ما بيقدر يتحرك ما بيقدر يمشي لا لازم انت تحط الانتجر المناسب هلا بتشوفوا مثلا عندي هون مثال 12 و 8 يعني عدد البولز هون ستيتا بولز بيساوي 12 روتر بولز بيساوي 8 8 هلا هاي بتصير عندي 360 على 12 بتعطيني ثيتا اس 30 درجه
وثيتا ار بتساوي 360 على 8 تعطيني 45 مزبوط؟ اوكي هاي صحيحه، هاي الارقام ما كانت مناسبه اللي انا حطيتها، خلينا نعيدها مره ثانيه. إذا بدنا نطلع على العلاقة اللي موجودة هون، عندي ثيتا اس وثيتا ار، مين أكبر؟ ثيتا ار. ثيتا ار، إذا بدي ألاقي دلتا ثيتا بدها تساوي ثيتا ار ماينس ان ثيتا اس، بدي ألاقي أكبر انتجر يخلي هاي العلاقة بوزيتيف، يخلي هاي الزاوية بوزيتيف، فبصير عندي 45 ناقص 1 في 30، قديش رح يعطيني؟ 15 درجة. إذا بلاقي أكبر انتجر ممكن بحيث إنه يعطيني هاي الزاوية، فهاي الزاوية عندي 15 درجة، ثيتا ار 45، ثيتا اس 30، ما فيش عندي انتجر، لو حطيت ان 2 ايش رح يصير عندي؟ ماينس. رح تصير الزاوية نيجاتيف، ما بزبط، مزبوط؟ لازم يعني لو حطيتها 2 رح تصير 2 في 30 60، 45 ناقص 60 15. هلا اللي مستنتجه من الرقم اللي انا حطيته قبل شوي كان غلط الرقم، بفرجينا انه الزاوية قديش؟ زيرو، معناها المحرك ما بيقدر يتحرك، رح يوصل مكان ستيبل وما ما بقدر احركه اكثر من، ما بقدرش احركه، ما بيلفش معي، هي انفيزبل سولوشن، بس هذا هون فيزبل سولوشن، اذا الزاويه تبعتنا هون رح تكون 15 درجه هي زاويه الادفانس، اذا نلخص هدول رح تكون دلتا ثيتا بتساوي يا اما ثيتا ار ماينس ان ثيتا اس، وبلاقي اكبر انتجر بحيث انها تكون هذه بوزيتيف، او بكون ثيتا اس ماينس ان ثيتا ار، وبلاقي اكبر انتجر ان بحيث انه هاي تكون بوزيتيف. دكتور يعني الستيب 15 درجه.